نحكي عن التحسس الربيعي، كيف بنقدر نحمي أطفالنا منه أو حتى طرق العلاج؟ كل هاي التفاصيل رح تجاوبنا عنها دكتورة لميا البزنة الأخصائية بأمراض الأطفال. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، صباح الربيع اللي تأخر يمكن. يسعد صباحك دكتورة. صباح قانون اللي إجا بنيسان ما نعرف ليش. خلينا نبلش ونحكي شوي عن التحسس الربيعي، كيف ممكن يعرفوا الأهل أنه الطفل عم بيعاني من تحسس ربيعي مو مرة تانية؟ هلا مثل ما يعني مثل ما كنا عم نقول هلا انه الربيع الناس كثير بتستناه وقت حلو، خلص البرد، فتح الزهر، جو دافي، الناس تطلع مشاوير، بس الصراحه الربيع بيكون كابوس على كثير من الناس وعلى الاطفال وعلى اهاليهم. يقدر عالميا انه 15 ل 20% من سكان العالم بيعانوا من الحساسيه، ولو انه حساسيه الربيع عم تزيد اما لانه يمكن زادت الملوثات بالجو او انه الناس صارت تطلب اكثر العلاج. بس قبل ما نحكي خلينا نقول شو هي الحساسية. الحساسية هي رد فعل الجسم تجاه مكون الجسم بيعتبره غريب. مثل ما بنعرف انه اسباب حساسية الربيع اول شيء تقلب الجو، تغير الفصول، الشيء الثاني الاتربة والغبار، والشيء الاساسي هو حبات الطلع او حبوب اللقاح اللي هي عبارة عن بودرة صغيرة موجودة ضمن الازهار، بتنشرها الازهار لمسافات طويلة لحتى تقوم بإلقاح بعضها وحتى يبلش تفتح الازهار. فلذلك حساسية الربيع مرتبطة بفصل الربيع وقت انتشار حبوب اللقاح. عادة بتبلش بأول آذار لنص آذار وبأحيانا بأواخر شباط. هلا هالحبوب الإلقاح كثير ناس بيتعرفوا عليها، بتدخل على مخاطيط الأنف والفم ما بيلاقوها مزعجة. بعض الناس اللي هن عندهم استعداد للحساسية بيعتبروا انه حبوب هاللقاح هي اجسام غريبة وبيعتبروها انه ضارة بالجسم، بيستنفر الجهاز المناعي تبع الجسم، ببلش بينتج أضداد، ببلش ينتج مركب اسمه الهيستامين. مادة هالهيستامين هي المسؤولة عن انه الاحمرار والحكة والعطاس والسعال وكل هالقصص هي اللي بنشوفها بفصل الربيع. معناته في ناس عندهم استعداد اكثر من غيرهم لانه يكون في عندهم تحسس اكثر للشغلات اللي بتعمل حساسيه الربيع. دكتوره دائما بنسمع عن الربو التحسسي وحساسيه الربيع، خلينا نفرق بيناتهم وكيف الاهل كمان بيقدروا يفرقوا بيناتهم؟ هلا حساسيه الربيع مثل ما قلنا الاثنين الصراحه اثنين موجودين، حساسيه الربيع والربو التحسسي موجودين عند اشخاص عندهم تاهب اكثر. حساسيه الربيع اول شيء مرتبطه باسمها الحساسيه الموسميه، مرتبطه عاده بفصل الربيع، ممكن نلاقيها احيانا بالخريف بس هي اكثر بالربيع مثل ما قلنا لانه هي مرتبطه بتقلب الفصول، مرتبطه بحبوب اللقاح. الحساسية الربيع أعراضها هي بتبلش إذا بدنا نعدهم من فوق لتحت، أول شيء بالعيون بنلاقي في حكة وفي دماع بالعيون، في احتقان بالعيون، وكثير ناس بصير عندهم شيء اسمه الرمد الربيعي، بيكون كثير مزعج، بيكونوا دائما عم يحكوا عيونهم، جفونهم منتفخة، بيكون عندهم صعوبة الرؤية بالضوء، بيكونوا مزعوجين من الضوء. العرض الثاني هو العطاس المستمر، بتلاقي المريض أول ما بيقوم من الصبح بيعطس 15 20 مرة وبقلب النهار دائما عم بيعطس، كثير أحيانا هي قصة بتعمل له إزعاج بالمحيط بين الناس الموجودين حواليه. بيعمل احيانا سيلان انف، انسداد انف، بيعمل حكه مزعجه بالانف، ممكن يتطور ليعمل شيء اسمه التهاب انف تحسسي، بيلتقى على مدار العام كله بس بيكون اكثر فصل الربيع، بتلاقي الطفل دائما عم يعمل هيك من كثر الحكه، حتى بتصير عادي عند الطفل او عم يعمل هيك حركات بتمه او انفه لحتى يخفف حساسيه الانف. هدول الاطفال بيشكوا كثير من حكه بالبلعوم، من احمرار، احتقان بالبلعوم. هون نقطه صغيره للامهات ولو ما بلشنا لسه بالعلاج، كل طفل عنده حكة بالبلعوم أو احتقان أو احمرار أو إزعاج بالبلعوم بفصل الربيع وما عنده حرارة، هي حساسية ربيع، لا تركدي على دواء الالتهاب تمام؟ لأنه التهاب البلعوم عادة بده ترفع حروري، هي واحدة من الأخطاء الشائعة، والأم بتعرف إنه ابنها عادة عنده حساسية بهالوقت، بصير عنده شوية ألم بالبلعوم وإزعاج بتبلش بدواء الالتهاب اللي ما رح يفيده، واللي حيقلل أكثر من مناعته حيزيد حساسية الربيع. الأعراض الثانية ممكن لا يمكن يكون لاقي حكة بالجلد وحتى تهيج، وكثير ناس بيصير عندهم حتى طفح شروي أكثر بحساسية الربيع. هلا الربو التحسسي مختلف تماما، الربو التحسسي هو حدثية تصيب الطرق التنفسية تحديدا القصبات والقصيبات الانتهائية، عادة ما بيترافق مع عطاس وسيلان أنف ودماء، عادة يترافق بسعال أو بوزيز اللي هو الأم بتقول عليه صوت خرة أو نحن بنسمعه بالسماعة. الربو قد يظهر بكل فصول السنة، يتحرض بالشتاء أكثر بإنتان تنفسي علوي،
وفي بعض أطفال بيكون عندهم ربو أكتر بفصل الربيع، إذن ربو هو حدثية مختلفة عن التحسس الربيعي. هلأ المزعج أنه الأطفال اللي عندهم تحسس ربيعي وخاصة التهاب أنف تحسسي قد يتطور لديهم ربو على المدى الطويل، أو هن أشخاص مؤهبين لأن يتطور لديهم ربو تحسسي بعدين. طيب دكتورة، بما أنه حكينا شوي عن الأعراض وفرقنا بين الربو التحسسي أو التحسس الربيعي، خلينا نحكي هلأ صار في كتير اختبارات ممكن تأخذ الأم طفلة على العيادة يخضع لأنواع اختبارات بقلب العيادة بيبين إذا هو عنده تحسس دائم ولا تحسس ربيعي، وصار في إلها كتير علاجات. هل بتشوفي بالعيادة في أشخاص عم بيكشفوا هذا الشيء ولا لا؟ الحقيقة عم بنروح صوب أنه عم يتطور المرض لنوصل لأنه ممكن يصاب بالربو. هلأ التشخيص تحسس الربيعي هو تشخيص بالأعراض السريرية. الأعراض اللي ذكرناها بتتكرر عادة عند الطفل بكل فصل ربيع، بتزيد بالليل خاصة عند النوم. يقال أنه التحسس الربيعي هو مزعج محدد للفعالية، لأنه الشخص بنهار بده يطلع في حبوب اللقاح منتشرة بالنهار حتزعجه، هالاحتقان هذا بيزيد بالليل، ما بيقدر ينام بالليل، بيصير عنده انسداد أنف مستمر، انسداد هالأنف بيعمل له صداع، بيقيد من فعالية الطفل من حركته من نشاطه وخاصة بالهواء الطلق. عادة التشخيص بالأعراض السريرية، طبعا في شيء اسمه تشخيص باختبارات التحسس الجلدية. مبدأ اختبارات التحسس الجلدية أنه نحن بناخد أشهر العوامل المحسسة، مثل ما قلنا غبار الطلق، أحيانا العت وخاصة بألعاب الأطفال وخاصة ألعاب الأطفال المحشوة، بناخد هالمادة المحسسة بتكون ممددة لآلاف المرات ومنحقنها عند الشخص تحت الجلد، منشوف قديش في له قدي صار في ارتكاز تحسسي لحتى نحدد هو من شو عم يتحسس. وبعدين صار التجربة انه نعطيها مثل لقاحات، انه نحن هالمادة هي نعطيها شوي شوي لحتى نعمل مثل ازالة تحسس لهالمادة. طبعا هي قد تفيد بالتشخيص ولكن يعني ليست مفيدة دائما. الاختبارات اللي جايتنا من بلاد غربية ما أنا مصنعة عنا، فانا كتير من المواد المحسسة الموجودة ببلاد برا ما أنا موجودة عندي. قد تفيد احيانا يعني عند بعض الاطفال، وقد تفيد هذه الاختبارات بالتقليل من التحسس لبعدين، بس برجع بقول انه اختبار انه التحسس الربيعي تشخيصه كتحسس ربيعي هو تشخيص سريري. احيانا نعمل تحليل كريات بيض بنلاقي ارتفاع بتعداد الكريات البيض بالدم وتحديدا على الحميضات اللي بتشير للحساسيه، احيانا بيرتفع شيء اسمه الاي جي اي هذا كمان بيشير للحساسيه. طبعا بالنسبه للربو التشخيص ب ثلاث نوب متكررة عند طفل بعمر أكثر من سنة، وجود قصة عائلية للربو، استجابة المريض على الموسعات القصبية، يعني أنا جاني مريض عنده سعال أعطيته موسع قصبي استجاب. في عنا شيء كمان اختبارات التنفس اللي ممكن نشوفها، صورة الصدر، إصغاء السماعة الوزيز، فكتير أحياناً تشخيص سريري ومتعلق بالأعراض أحسن من كلف الأهل بتشخيص باهظة، وأحياناً قد لا يمكن أنه نحن نتجاوزها. لو فرضنا أنه المريض يتحسس لغبار الطلع، طب أنا شو بعمل؟ ما أكيد ما رح أقدر أمنعه أنه يطلع بالهواء الطلق، بس أكيد حأعطيه إجراءات وقاية. فإذن التشخيص سريري وما في داعي للاختبارات الباهظة جدا إلا بالحالات الشديدة المعندة اللي ما استجابت على كل شيء علاجات بعملها، بلجأ لاختبارات التحسس الجلدية. دكتورة حكيتي عن الإجراءات الوقائية، ومثل ما منقول دائما أنه هو فصل، نحن ما بنقدر نمنع هذا الفصل أو حتى كل العوامل الجوية اللي بتصير. إذا الأم بدها تحمي ابنها خاصة أنه في تجربة سابقة مع التحسس الربيعي، شو هي الإجراءات الوقائية؟ هلا عادة مثل ما قلنا التحسس الربيعي الوراثة مؤهبة له، إذا كان الأم أو الأب عندهم استعداد بنلاقي الطفل عنده، فلذلك بتكون العائلة بتعرف يعني أساسا متعودين على هالجو. الأساس بالتحسس الربيعي إنه هي حبوب الإلقاح. هلا حبوب الإلقاح مشكلتها شو؟ إنه هي ما بتكون بس بالنباتات القريبة منها، هي تسافر مسافات طويلة، تلتقى بكتير شجر مثل شجر الزيتون والبلوط والحور والسرو وكل شيء، معناته هي أشجار موجودة حوالينا. حبوب الإلقاح أكثر شيء ذروتها بتكون منتشرة بكثافة بالصباح الباكر ما بين الساعة 5 للعشرة صباحا. طيب معناته أنا إذا بقدر أتجنب الخروج بساعات الصباح الباكر بكون كتير منيح. أقل شيء بتكون موجودة حبوب اللقاح بمنتصف النهار من بعد الإدعش وطالع وبالمساء الباكر، فمعناته أول شيء أني أتجنب الخروج بالذروة بوقت انتشار الكثيف لحبوب اللقاح.
انا اذا اضطريت بدي اطلع بحاول انه احط نظاره شمسيه، الاطفال كثير بينبسطوا في نظارات شمسيه كثير حلوه بيحطوها، بنحاول انه نحط طاقيه. ليش؟ لانه الحبوب هي او الاتربه او الغبار كل شيء مسبب للحساسيه بتعلق بالشعر. هلا لما بيرجع الطفل على البيت اذا ما قدرت الام انه تحمم له شعره، لانه واحدة من الاجراءات الوقائيه انه لما ترجع على البيت تشلحه الثياب اللي كان لابسها، تحطها جانبا، تحطها بالبرندة وترجع تعمل له حمام تحديدا لشعره. اذا ما قدرت تحمم له شعره الطفل نام، معناته حبوب الالقاح نزلت على الوساده، رجع الطفل تنشق بالانف والفم، لانه مبدا حساسيه الربيع هو دخول حبوب اللقاح والتصاقها بمخاطيط الانف والفم، هون بتبلش الاعراض. فاذا نحط طاقيه، يحط الطفل نظاره شمس، لما نحاول قدر الامكان تبعد عن الاماكن اللي فيها اتربه وفيها تيارات هوائيه قويه. هلا الطفل احيانا بده يطلع على الجنينه، طيب انا بحاول لعبه بمكان بعيد عن الاتربه. رجع على البيت الطفل بننزع الثياب اللي كان لابسها، بنعمل له حمام، ومثل ما قلنا خاصة للشعر ما قدرنا على الأقل منغسل إيديه ومنغسل وشه، ومنحاول نقلل قدر الإمكان من الحبوب أو الأتربة اللي ممكن تكون علقت فيه. بيجي فصل الربيع لسه نحن معدين السجاد، طيب هدول كلياتهم هي نحن عم نحكي على حبوب، طلع هي جزيئات مجهرية أنا مالي قادرة أشوفها، هي عاملة كل هالشي بس أنا مالي قادرة أشوفها. معناته ممكن الطفل إذا فات انه ثيابه او الاحذيه اللي لابسها تعلق بالسجاد، يفضل انه الطفل يخلع الحذاء برا. واذا انا بعرف انه طفلي او اهل بيتي عندهم تحسس ربيعي، ما بستحي ابدا من الضيوف انه اقول لهم اذا سمحتوا خلعوا الحذاء برات البيت. نحاول ننظف السجاد بمكنسة الكهرباء اذا بنقدر، لانه هي بتعمل ازاله كبيره لهالجزيئات المجهريه هي. نحاول انه نهوي البيت كتير، بس مثل ما قلنا بنبتعد عن تهواية البيت بوقت الذروة لانتشار حبيبات اللقاح. يفضل دائما انه يكون في عنا منخل يكون كتير كتير الثقوب تبعه كتير صغيرة لحتى نمنع من دخول حبيبات اللقاح لداخل المنزل. الشيء الثاني انه دائما مثل ما قلنا نحن حبوب اللقاح عم تلزق بمخاطيط الانف، فدائما قبل ما يطلع الطفل يعمل استنشاق بشوية ماء وملح، وبس ليرجع يعمل نفس الشيء تنظيف لأنفه وفمه. وما في ضرر أبدا أنه يكون معه قطارة صغيرة فيها سيروم فيزيولوجي موجودة بكل الصيدليات، أنه كل ما لقى حاله متضايق أنه يقطر فيها. أول شيء هي بتعطيه إحساس بالراحة، والشغلة الثانية بتعمل غسل مستمر لمخاطيط الأنف. طيب دكتورة، هي بما يخص الربو الحساسية الربيع، طب خلينا نحكي عن الربو التحسسي. اليوم يعني طفل إذا انصاب بسبب قصة عائلية أو كان جسمه عنده حالة تأهب، فبده يضل بهالعلاجات لفترة طويلة من العمر، مثل ما بيقولوا علاج طويل الأمد. شو الإجراءات اللي لازم ياخدوها الأهل مع أطفالهم؟ هل ممكن يشفى ولا لا؟ أول شيء الربو كمان الأساس بالعلاج فيه هو الوقاية من المحسسات. طبعا على رأس المحسسات هو التدخين والأرجيلة، سواء لمريض التحسس الربيع أو للربو، بس لمريض الربو كتير بتكون أكتر. فإذا ممنوع التدخين، ممنوع الأرجيلة بالبيت. حتى الأم اللي هي مدخنة وما بتقبل أنه توقف التدخين، من إلا أنه إذا اضطريتي أنك تدخني يا ريت تلبسي شيء فوق ثيابك، حيث أنت إذا حملتي طفلك وخاصة طفل الربيع ما تكون ريحة ثيابك دخان. غسلي إيديك، حاولي أنه تغيري هذا الرب. فإذا أول شيء التدخين، الأرجيلة اللي شاع استخدامها كتير، المنظفات المنزلية مثل الكلور والفلاش اللي ريحتها كتير واخذة، الروائح العطرية، العطر للديودوران، هالروائح القوية كلها هي نحاول أنه نبعد عنها، لأنه هي بتصير كتير نوبات الربو حتى لو الطفل ما كان عنده. الإنتانات التنفسية ممكن أنه تصير نواب الربو، هدول الأطفال بيستفيدوا كتير من إعطاء لقاح الجريب كل سنة. الشيء الثاني، مرضى الربو بيختلفوا عن مرضى التحسس الربيعي، انه صار في علاج عن طريق بخاخات انشاقيه تحوي كورتيزون موضعي. اعطاء هالبخاخات هي على فتره طويله وخاصه بفترات التحسس بتفيد من انه هدول الاطفال يعملوا نوب لاحقه. في مواد ثانيه مثل اللوكست ومواد ثانيه بكل الاشكال التجاريه بتفيد كثير عند هدول الاطفال باعطاء على المدى الطويل. بس برجع بقول انه الوقايه من المحسسات هي الاساس. انا ما بستفيد ابدا إذا عم بعطي الطفل بخاخات، عم بعطي موسعات قصبية، عم بعطي شيء إنشاقي وبعدين قدام منه في حدا عم بيدخن فعلياً. أنا بقول للأم إذا أخذتي علاج في حوالي حدا عم يدخن لا ترجعي لعندي، لا تقولي لي أبداً الطفل ما تحسن، لأنه لن يتحسن السعال ولن تتحسن الأعراض. علاج الربو مثل ما حكيتي على فترة طويلة، قد يستمر مدار السنة، لأنه قد لا يكون فقط بوقت الربيع. في كتير أطفال عندهم نواب ربو شديدة وقت الصيف، يعني وقت اللي ما عنا إنتانات تنفسي، وقت اللي ما عنا فصل الربيع، هدول
أكثر من غيرهم عندهم أعراض أشد من غيرهم، لذلك الوقاية بتستمر عندهم كثير أحياناً طوال السنة كليتها. شوفي دكتورة، في إمكانية العلاج والشفاء بشكل كامل من الربو التحسسي، أو مثلا ممكن مع العلاج للتحسس الربيعي ممكن الأم سنوات ما عاد يصيب ابنها تحسس ربيعي أو لا؟ يعني ما في شفاء تام، بس لقوا انه كل ما كبر الطفل بتكون الاعراض اقل، وخاصه بالنسبه للربو. بتقول بتيجي الام بتقول لما كان خمس عمره 5 سنين كان عنده نوب كثير كثير شديده، كل ما كبر بلشت النوب صارت تتحسن تمام، بتتحسن الاليات الدفاعيه المناعيه عند الجسم. يمكن الطفل بيصير كمان اكبر، بيصير تعرضه للمحسسات اقل من هيك. الربو نحن يصنف الى ربو خفيف ومتوسط وشديد. تقسيمات هالربو هي بتتعلق بثلاث شغلات: كم نوبه بتجي للطفل بالاسبوع، قديش هالنوب هي بتاثر عن غيابه للمدرسه، وقديش وتقلقه بالنوم الليلي، لانه بنعرف انه السعال التحسسي وخاصه سعال الربو هو سعال ليلي خاصه، لذلك بيكون مزعج. طبعا الطب عم يتطور، صار في كثير عنا مركبات انشاقيه للربو. هون فرصة انه ننبه الامهات انه انا لما بعطي الطفل بخاخات مباشرة الام بترتعب، دكتورة رح يتعود عليهم، دكتورة ابني معه ربو. برجع انا دائما بقول بغض النظر عن المسميات، بدك تسميه ربو، بدك تسميه التهاب عصبات تحسسي، بدك تسميه تحسس ربيعي، حمى القش، اي شيء. الاساس انه هدول الاطفال عندهم استعداد انه يكون ارتكاسهم للمواد المحسسة اكثر، عندهم اعراض، انا المهم اني خفف الاعراض، اسمح للطفل انه يعيش نمط حياة عادي. الأطفال اللي عندهم تحسس ربيعي بصيروا بيخافوا يشاركوا بنشاطات رياضية، لأنه بده يطلع ويلعب رح يعطس، أحيانا بيكون عنده بيستحي قدام أطفاله، خاصة هلأ نحن صرنا بوقت الكورونا، صار كل ما واحد عطس الناس بتبعد عليه، بيخاف إنه فعلا عم يكون عنده سعال، فالناس عم تخاف إنه تقرب عليه، الأطفال كمان عم بيخافوا إنه يعطسوا أو يسعلوا. هذا الطفل نحن بدنا نعطيه علاج على المدى الطويل. البخاخات هي حجر الأساس بعلاج الربو، هي عبارة عن موسعات قصبية مضاف إلى مواد كتير بتخفف من الإفرازات ضمن القصبات، لأنه أساس الربو تضيق قصبات وانفرازات شديدة. فائدة هالبخاخات هي أنه بتوصل لي الدواء للشجرة القصبية، معناته تأثيرها فعال. ما في شيء اسمه يتعوض الطفل على البخاخات، في شيء اسمه وقاية على المدى الطويل، في شيء اسمه علاج، في شيء اسمه بدي ريح الرئة، بدي اسمح للطفل يعيش حياته. دائما الأم بيخافوا، أنا لما بعطيه بخاخ كورتيزوني دكتورة رح يأثر الكورتيزون، كورتيزون كلمة مرعبة بالنسبة للأمهات. برجع بقول الكورتيزون هو دواء، هو حجر الأساس بعلاج كل شيء تحسسي. الكورتيزونات الإنشاقية لم يثبت أنه لها أي أضرار على المدى الطويل، غير أنه أحيانا ممكن تعمل بعض الفطور بالفم، يفضل الطفل بمضمضة بعد إعطاء البخاخات، وبحالات استخدامها لفترات كتير طويلة ذكر أنه إلا قد تسبب أحيانا فشل نمو أو قصر قامة. بس بيرجعوا بيقولوا أنه فشل النمو عند هالأطفال مو متعلق بس بالبخاخات، قد هو ما متعلق إذا طفل عنده ربو مزمن. طيب دكتورة قبل ما نختم، يعني كتير من الحالات حاليا بهذا الوقت مثل ما ذكرتي بكورونا بيصير في اختلاط، حتى انه هو بيكون عنده ربو، ممكن ربو تحسسي او حتى تحسس ربيعي، وبيتعالج علاج اخر. قد ايه في مشكلة بهذا الموضوع؟ قد ايه عم تشوفي حاليا بالعيادات؟ هو الحمد لله نسبة الكورونا عند الاطفال قليلة، عم يكونوا يمكن حملة للاعراض وعم تكون اعراضهم خفيفة، رغم انه طبعا في منهم عم يطوروا اعراض شديدة. الكورونا عند الاطفال عم تتظاهر بشيء اسمه داء كوازاكي، ترفع حروري وضخامات عقدية ومختلفة تمام. برجع بقول أعراض التحسس الربيعي هي مرتبطة بالفصل، هي عبارة عن عطاس، سيلان أنف، انسداد أنف، دماع مستمر، حكة، اللي هي الأعراض ما أنا موجودة بالكورونا. في حال صار في عنا حرارة، تعب عام، وهن عام، آلام عضلية شديدة، ساعتها بنفكر بالكورونا. طبعا قالوا أنه الناس اللي عنده الربو هن أكثر إصابة بالكورونا، بس مو هديك النسبة كتير شديدة. برجع بقول الحمد لله إصابة الأطفال أقل من إصابة الكبار. طيب كل شكل لك دكتورة، وبنتمنى فعلا تكون كل المعلومات اللي قدمتيها على مسمع كتير من الأمهات اللي دائما عندهم كتير من التساؤلات خاصة بفصل الربيع، والصحة والسلامة أكيد لكل الأطفال. شكرا لك دكتورة. شكرا كتير لكم، دائما بنتمنى ربيع هادي وحلو بالنسبة لكل الأطفال. شكرا لك دكتورة، شكرا كل الصحة والعافية لك أكيد. شكرا كتير لك.